الرابع من أركان الإيمان أن نؤمن بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بذ إيمان ديارث الله تعالى نعمة إيبرن بيغمرلرنا رسولرنا. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون رسول لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. بذ إيمان ديارث أولور بر يارادلن يارادلن قلقلرنا أولور أفادت إدلميار نعمة ديار وأولون هيش برسودن إنكار إدلمي أولون هيش برسودن باطل أشكرهم هير برايدن إيمان إدليا أو أنا إدليا وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات والله تعالى صلور إين رننا في خمر دننا أولور آيات لر أوردن نغنا وأولور مغجيز لري كبر مو كبر آ في خمر لر آدم لرن قدن الله قرب مغجيز لرن الله دن يلنا إيمان إدليا وأنهم أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى بها. والله تعالى هير بر أيضا بيرقلون بذي يترنقنا دول ورمش الدين لري آدم لري يترنقنا إيمان ديار. وأكمل نصح هو نصح الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نصح. إن قوي نثيخت في خمر لهم أيضا نثيخت لري. وبلغوا كل ما أمرهم الله بتبليغ. الله تعالى هير بر أما إمرتن بيرقلون بذا يتردلر. لم يكتموا شيئا. هيج برضادي قذين ثقلمتلر. نعم وجاهدوا بأنواع الجهاد. والله تعالى يقولنا نعمتلر جهادتلر هي جهادن هير درلقورشن. وأن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. نبي لرن اتشنا إن برنجثي آدم عليه السلام. وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. ورسول الله نن يلجثي إن برنجثكم نوح عليه السلام. وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهم بيغمر لرن ورسول لرن إن فنقثي مهري ولن بذن بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو والله كاذب وكافر كفر أكبر مخرج من الملة. پیغمبر مذ یوغلنن ثم پیغمبر مذ دنیادن اتنن ثم بیر گل من پیغمبر من الله ایلچی دی سلام علی اصل آدم خاپر دیننن چقن آدم دغنا دلاله دی پیغمبردن ثم پیغمبر گلمیا